لكن نحن لم نسكت، سكتنا كثيرا. اليوم نحن الكنيسة المسيحية وكلنا في الغرب أقمنا دعوات ولرفع دعوة ضد الحكومة العراقية وضد المالكي بصورة خاصة، دعوات قضائية أن يعيدوا، طبعا طبعا دعوات قضائية، نطالب بحقوقنا، أن يعيدوا كرامتنا وممتلكاتنا، وأن يقدموا المالكي والحكومة للقضاء الدولي. وبعدين طلبنا أيضا من الحكومات الأوروبية أن لا تقبل لجوء الحكومة العراقية، لأن تعلموا عن لجوء أيام النظام السابق، هجروا إلى الغرب وكونوا أنفسهم ثم عادوا، فاليوم يفكرون بالهجرة أو بطلب اللجوء مرة ثانية، لكن سوف يسحب منهم الحصانة ولم يقبل لجوءهم، بل أنما سيقدمون للقضاء ويحكم عليه، وأن يعيدوا كل فلسين سرقوه من الخزينة العراقية ومن الشعب المقهور، هذا الشعب بمختلف مكوناته وأطيافه، أهانوا المسلمين قبل ما يهونوا المسيحيين، وأهانوا ولا ننكر أن اليوم بسبب هذه الحكومة الفاسدة هناك اضطهاد ديني في العراق، اضطهاد ضد المسيحيين، يعني تفجير كنيسة النجاة لما دخلوا على كنيسة وقتلوا المصلين، هذا اضطهاد للمسيحيين، لما قتلوا المسيحيين بعد مباشرة بعد سيد النجاة دخلوا على الموصل وفي بغداد في منطقة الغدير أيضا قتلوا المسيحيين على الهوية، أليس هذا هو اضطهاد ديني؟ بعدين ليش ننكر هناك حرب ما بين السنة والشيعة، هناك اقتتال في العراق، من فعل هذا؟ السنة والشيعة والمسيحيين؟ لا، الشعب بسيط، الشعب يحب بعضه البعض، الذي افتعل هذا هو الإرهابي. من الإرهابي؟ من الحكومة، كل حكومة، حكومتنا العراقية كل واحد منهم عنده ميليشيا، وهذه الميليشيا يتحاربون مع بعضهم البعض، ويعني في الليل كما يقول المثل مع الحمل وبالليل مع الذيب. نحن من خلال معيشتنا لهذه المأساة نحمل الحكومة العراقية في كل وقتها، وبصورة خاصة نور المالكي الذي هو كان رئيس الوزراء، بل هو المتهم الأول في تفجير كنيسة السيد النجاة عندما رفعت الحواجز الكونكريتية، وأيضا سحب الجيش والحماية ودخلوا هؤلاء الإرهابيين وقتلوا المسيحيين، كأنه يبعث برسالة لنا على أن نهاجر ونترك العراق، لأننا شعب العراق الأصيل ونحن الذين بنينا العراق. هذا صحيح، الموصل بيعت، وفي ليلة سوداء بدون قمر خرج أهلنا، خرجوا مهانين لأنهم مسيحيين مضطهدين على اسمهم المسيحي، خرجوا مسلوبين، سلبوا، خرجوا مقهورين، خرجوا متألمين، والموصل بيعت بآلاف من الدولارات ووضعت في جيب المالكي وأتباع المالكي. سهل نينوى وقرى المسيحية، لماذا لم يحميها المالك والمالكي والحكومة العراقية؟ لماذا أيضا في ليلة غير مقمرة هرب أهلنا وهجروا قسرا وسلبوا واغتصبت النساء وترملت النساء، وأيضا الشيوخ منهم من مات في الطريق، والأطفال أيضا ماتوا بسبب ذلك الصيف الحار الذي هجر به أهلنا.